فالمعادلات مالتنا راح تصير طبعا فقط الافرج ما ناخذ الار ام اس، لان هنا عندنا دي سي الاخراج مالتنا دي سي مالت الركتيفايرز والماتور مالتنا دي سي، فاحنا نحتاج الفولتيه الافرج. فاكو في اي واكو في اف، اذا ذني الثنتين نفس الركتيفاير مستعمله اكيد احسن نفس المعادلات، لكن هنا الفي اي انا مستعمل هالف ويف كنترول ركتيفاير، فراح يصير في ام على 2 باي 1 زائد كوسين الالفا اي اللي الالفا اللي حقدح بيها الخاصه بالارميتشر، فمسميها الفا ارميتشر. تمام، الفي ام هي الماكسيمم مات السورس، في ام از ذا بيك فولتج ماكسيمم فولتج اوف ذا اي سي سبلاي مات السورس الاي سي. تمام، اذا اعطيك اياها ار ام اس لازم تضربها في جذر 2 او تحطها في ام. لكن الكونفرتر الركتيفاير اللي نستعمله للفيلد سيركت هو سيمي كونفرتر ان ذا فيلد سيركت، فالمعادله اكيد منطقة تختلف. فالفي اف هم دي سي هم فاريبل يعتمد على الالفا اف، الالفا اللي نعطيها للدائره منطقة مالت الفيلد سيركت مو مال ارميتشر سيركت. تمام، فاكو اختلاف طبعا اكيد مما هم سنجل فيز، فالالفا مالتك من الصفر للباي من الصفر للباي. تمام، لكن الفيلد معادله بواحد، الارميتشر معادله بواحد، لان كل واحد ركتيفاير يختلف عن الثاني. مثل ما قلنا بانه الابلكيشن مالتك نص كيلو وات، وان كوادرنت درايف، هاي الشغلات الرئيسيه. دائما اكو فري ويلنج دايود يحتاج، هسه نشوف السبب. ارميتشر كرنت نورمالي ديسكونتينوس unless a very large inductor current is connected. تمام، فخلينا نشوف هسه. عرفنا السيركت دايجرام مالته شلون ترسم، بانه عندك ثارستر واحد بالهاف، لكن بالحالة السيمي ثارسترين دايودين. هسه بعدين راح نشوف انه هذا السيمي هم نقدر نستعمله بحالة على الارميتشر، عم نحصل ارميتشر فولتج. فهنا شوف نشوف التيارات مالتنا شلون ترسم نسبة للزمن. تمام، فبحالة بانه خلينا ناخذ، شوف اكو اي اس واكو اي دي. اي اس اللي هو مالت السويتش، التيار اللي احمر بالسويتش. الاي دي هو تيار الدايود الاي دي، والاي اي هو التيار الارميتشر اللي راح يكون يظهر على الارميتشر. طبعا هنا قلنا بحاله بانه لارج اندك، فالاي اس اكيد يظهر بس في حاله بانه انا قدحت السويتش، فالفا ارميتشر الالفا اي اللي قدحت بها السويتش ظهر عندي تيار اللي هو راح يروح لللود مالتي للارميتشر مالتي. فعندي الاي اس من الفا اي راح يطلع عندي اي اي لحد من لحد باي، لان اشتغل فقط على الجزء الموجب مالتي الموجب انتهى هنا. لكن باقي الزمن ايش راح يصير بي؟ انا السويتش مالتي قدحته من الفا هالنوب انتهى عند من عند الزيرو كروسنج، عندما انتهى للباي يعني الجزء الموجب مالتي خلاص قدحت عند هذا المنا الفا. تمام، ظهر هذا ما راح يظهر، ظهر هذا وصل للزيرو كروسنج، هذا ما راح يظهر الجزء السالب، يعني عندي انا هالف هنا. فايش راح يصير وراه؟ هذا من يلحق قطعه اكو تيار هنا، هذا التيار الدايود مالتي الفري ويلنج راح يستفاد من عنده بانه يسوي لي سيركوليشن للتيار. تمام، بانه هذا بعد ما يروح من هنا، لان هذا مفتوح اوبن بعد ما يجي التيار اي اس. فايش راح يصير؟ هذا راح الدايود راح يمشي لي السيركت، راح يسوي لي كلوز سايكل، فراح يفتر التيار. فعندي راح يظهر وين؟ الاي دي راح يشتغل. فالاي دي اي فتره بانه الثارستر مالتك ما مشتغل ما عندك اي اس، فراح يظهر اي دي، راح يظهر اي دي. فبالتالي التيار الاي اي هو محصله ذن الثنتين، راح يكون خط عدل ياخذ منا وياخذ منا، لان بحالتك هو اي اس تمام يوصل اي اي، بحاله اللي هي منا لهنا، بحاله بانه الاي اس ماكو، فاذا اكيد الاي دي راح يكمل الدائره مالتك، فراح التيار يظل يمشي بهاي الحلقه. تمام، فاذا عندك اي دي هم مقداره اي اي بالزمن من صفر للالفا اللي اقتحت بها، ومن باي للتو باي راح يستمر اي دي. تمام، فبحاله السويتش مشتغل تمام اكو عندك اي اي، بحاله بانه السويتش ماكو مشتغل الدي ام راح يشتغل، فراح يكمل لك. طبعا اكيد مقدار قليل من الزمن، يعني المقدار كله اقل من 2 باي، اللي هي اذا سريع العمليه مالتك مقدار 0.02 حسب الفريكونسي. اذا 2 باي وعندك 50 هرتز هنا فاكيد مقدار قليل من الزمن، فما راح يلحق بانه هذا يفرغ، فاكيد راح يكون وخاصه اذا لارج اندكتر مثل ما قلنا، فاكيد الاي اي راح يكون فيكست. هسه خلينا نشوف، اخذنا طبعا عرفنا المعادلات كلش مهمه بحاله الارميتشر وبحاله الفيلد اكيد يختلفن. هسه خلينا نشوف النوع الثاني اللي هو سنجل فيس سيمي كونفرتر درايف، يعني مثل هذا
لكن وين الربط؟ الربط على الارميتشر. فمن يقول سيمي كونفرتر درايف تاخذ على الارميتشر، سنجل فيس سيمي كونفرتر فيدز ادي سي موتور راح يغذي الارميتشر مالتك شلون بفجر هسه نشوفه. از وان كوادرنت درايف همين وان كوادرنت درايف. The applications of this drive are limited to 15 kilowatt. أحسن من ذاك مو نص كيلووات يوصل ل 15 kilowatt power level. The converter in the field circuit can be semi converter. Converter بالfield همين ممكن يكون semi. فراح يصير عندنا semi بsemi مشابه، واحد على الarmature واحد على الfield. المعادلات كده راح تساوى لأن الثنائي نفس الconverter، وذني المعادلات الثنائية نفس هاي المعادلة، واحد زائد كوساين ألفا dm على باي، لأن هذا هم semi كان مستعمل مو على 2 باي على باي. ف سنجل فيس سيمي كونفرتر الارميتشر سيركت وسيمي كونفرتر للفيلد سيركت. تمام، خلينا نشوف السيركت دايجرام مالته. مثل ما قلت لك شوف هذا سيمي ثارسترين دايودين، ثارسترين دايودين، هذا وهذا يشتغلون على جزء الموجب موجه، هذا وهذا يشتغل على الجزء السالب من الموجه، نفس العمليه هنا، هذا وهذا جزء الموجب موجه، هذا وهذا الجزء السالب من الموجه. تمام، او العمليه العكس، عفوا، هذا وهذا وهذا وهذا، راح يولد عندك IA وهنا IF. هذا ما له علاقة بهذا، السورس ممكن يكون نفسه لكن أكيد الألفة مالتك هنا تختلف على الألفة هنا. فممكن أنت تحتاج للفيلد، ممكن تحتاج فرضا 100 فولت، هنا فرضا تحتاج للأرميتشر 50 فولت، فأكيد الألفة مالتك يختلفن لأن السورس مالتك فيكست. يعني السورس مثلا مالتك ممكن 100 RMS 100 فولت RMS، تمام، لكن الفيلد هنا تحتاج مثلا 100 فولت فيلد، هنا تحتاج مثلا 50 فولت VA أرميتشر، كلش طبيعي يعني. فأكيد السورس إذا فيكس مالتك، لكن الأوتبوت فاريبل يعتمد على من؟ يعتمد على قيمة الزاوية مالتك مالت القدح اللي راح تقدح بيها السويتشات مالتك. فعرفنا هسه طبعا تحتاج فري ويلنج دايود همين الاثنين. فشوف ايش راح يصير عندك العملية، بأنه الآي إس الآي سويتش أكيد يظهر من زاوية القدح مالتك الخاصة بالأرميتشر. فالألفا أي الخاصة بالجزء الموجب مالتك ينتهي وين؟ at باي، لكن اكيد الثانية من احبدي يا احبدي من باي زائد الفا اي. تمام، فلان انت هذا الجزء الموجب، هذا الجزء السالب، الجزء السالب شو وقت وراء 2 باي، هذا باي، هذا هنا 2 باي، فالباي زائد الفا، اذا هاي الفا باي زائد الفا عمود يحول على الجزء الالفا نفسه القيمة، عمود يحول على الجزء السالب مالت الموجة. طبعا هنا ممكن الزمن ما موضح بصورة صحيحة، تمام، لان هاي لازم تتقرب شوي على هاي، لان هنا لان هذا 2 باي، شوف الالف صفر للباي مو نفسه من باي لل 2 باي، يعني كأنما الرسم مجرور صفح، فماكو اشكال، بس هي الزمن نفسه يساوي، يعني هاي منها مفروض من صفر للباي هو معادل من باي لل 2 باي، بس هنا صار هاي المسافة اكبر من هاي المسافة. فالمهم الفكرة واضحة ان شاء الله حتكون. عرفنا بأن الجزء الموجب مال موجة من الفا للباي، فالجزء السالب مال موجة من الالفا زائد باي لحد 2 باي، والسالب لان راح يمر بالسالب، تمام، راح تشغل الثارسترات السالبه. لكن اكيد المحصله مالتك ها اللي ما ظاهر على السويتش وين راح يظهر؟ لان انت ذني ما راح تقدحن، تمام، يعني انت قدحتهن من الالفا للباي، لكن الزمن اللي قبل الالفا للباي يحس عندك من الصفر للألفا، فمن راح يشتغل؟ راح يشتغل الدايود مالتك، تمام، لان ذني انت ولا واحد مشغلهن، فاكيد التيار همين راح يمر بهاي الدائره اذا انت ما موصل الارميتشر مع السورس، فراح يمر كلوز لوب والدايود، فهذا الاي دي راح يظهر هنا. ونفس الشيء من الباي للألفا زائد باي، هالمده شوف نفسها المفروض هاي، هاي المده المفروض نفسها، هاي هنا صارت مختلفه، فهذا المفروض نفس المقدار من هذا وهذا نفس المقدار من هذا، بس الرسم ما كلش واضح عدل. فمن الصفر للألفا هو نفسه من الباي للألفا، يعني أنت مقدار الألفا بس مجموعة هنا. فالعموم بأنه أنت عندك ما يظهر التيار، ما يظهر على الآي إس راح يظهر على الدايود الآي دي هنا على فري ويلنج دايود. أكيد المحصلات المجموعة الثنات اللي الثنات راح يظهر دائما مستمر هو وين؟ باللود، دائما يظهر اللود، يعني بحالة إذا أكو ارتباط مع السورس هو راح يظهر على اللود، بحالة ماكو ارتباط على السورس الدايود راح يبقى مستمر، فهم اكو تيار باللود، فدائما اكو اي ارميتشر. تمام، فهاي النوعين بانه بحالة بانه سنجل فيز هاف او سنجل فيز سيمي نحتاج فري ولك دايود، عمود دائما اكو ارتباط، التيار دائما يمشي باللود بالارميتشر مالتك.